السمات الشخصية يا جماعة مهمة جدا، زي ما هي في اللاعب في المدرب. وعلى ذكر بقى السمات الشخصية، ازاي اي لعيب ممكن يتعرض لأي ظرف صعب، ازاي يقدر يكمل وازاي يقدر يقع؟ لأنه الفشل مش أن تتعثر، الفشل أن تفشل في النهوض. بشير التبعي واحد من اللعيبة في السياق ده اللي جدير بالاحترام. فاكرين ماتش 6-1 بتاع الأهلي والزمالك وازاي بقى نغمة؟ لو حد ما عندوش صلابة نفسية زي بشير كان ممكن يبطل كورة، لكن بشير التابع بسماته الشخصية وصلابته قدر يكمل بعد كده ويبقى واحد من أحسن المدافعين في مصر بعد هذه المباراة. ودي قيمة السمات الشخصية للاعب، قيمة الصلابة. على ذكر الأهلي والزمالك وإنه كل بيت فيه أهلاوي وزملكاوي، وانه حتى الاعلى للاعلام ووزاره الشباب والرياضه لما بتتكلم على ضروره نبذ التعصب هي بتستهدف البيت المصري، بتستهدف السلام الاجتماعي في البيوت المصريه، بتستهدف بيت بشير بالطبيعي بالخصوص. بشير التبعي واحد من نجوم الزمالك الكبار، بيته اهلاوي، ولاده الاثنين اهلاويه بيلعبوا في النادي الاهلي وتعبينه قوي. نشوف كلامه. مش عايزين ندخلها في خانه العصبيه. انا احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده، قبل ما نادي الزمالك والنادي الاهلي يوصل للفاينل والكلام ده، لما كنا لسه المجموعات والكلام ده كله، كنت بقول لك انا ما اتمناش ان الفرقتين يوصلوا، كنت عايز فرقه واحده توصل. بس فيها برضو حاجه جت من عند ربنا كده، ان المباراه دي يعني الظروف اللي احنا فيها من غير جمهور كتير، لان المباراه زي كده لو كانت فاينل والاستاد مليان ومليان من جمهور الفرقتين، اعتقد ما كانتش هتعدي بسهوله يعني، خاصه ان في شحن موجود. ما حدش يقول لي ما فيش شحن. لا معلش، احنا لا. مش عايزين يبقى في ما في شحن. ايوه احنا مش عايزين في شحن، عايزين بقى يبقى في شحن. اه ماشي، بس هو موجود، ده شغلتنا بقى ان احنا نشتغل على تهدئه الشحن. يا ريت يعني احنا نتمنى حاجه زي كده، بس ده اللي هيعمل ده واللي هيبقى له دور اساسي ومؤثر في حاجه زي كده، اللعيبه في الملعب. المشكله ايه؟ فاول بقى زميلي بطبطب على زميلي، معاك يعني ده فيها جزء كبير بالظبط يعني. ده اللي بيشحن اصلا فوق يعني إيه لما لعيب يقع، ايه لما يقوم يعني. كابتن بشير، انا اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، يعني حضرتك راجل زملكاوي دلوقتي، عندك ابنك اهلاوي، يعني الاسره الله اعلم المدام ممكن تكون اهلي او زمالك، اخواتك، يعني كل بيت فيه اهلي وزمالك اكيد، يعني عايزين الدنيا ان في مثلا انت ممكن تبقى متضايق لو الزمالك اتغلب، ابنك يوسف ممكن يكون فرحان ان عمر ولا يوسف؟ الاثنين. عمر ويوسف؟ اه الاثنين اهلاويه؟ يعني اخر مباراه لنادي الزمالك، نادي الزمالك كسبان 3. انا ما رضوش اتفرجوا معايا، اتفرجوا في النادي عندنا في المكان اللي انا ساكن فيه. وبعدين انا قاعد بتفرج لوحدي وهم جايين بقى بيخبطوا عايزين يتسحبوا، فتحت لهم الباب فبعمل لهم كده. فلقيت الصغير بيقول لي حاجه غريبه قوي، قال لي انت بتعرف تعد لغايه كام يا بابا؟ وبيعمل لك والله العظيم كده، اقسم بالله. لا ما بخلص، ما بخلص. ايوه بس بيبقى ضحك. ايوه هزار يعني، خلينا في الجو. لو لا قدر لاحظ حاجه بستخبى. لا والله بستخبى. يعني انت بتقول له 3، بقول له بعمل كده. قال لك بتعرف تعد لحد كام؟ وانا مش واخد بالي يعني، انا مش واخد بالي هو يعني هو قصد ايه. قول له بعرف اعد لحد 6. الكبير لا، قلت له لغايه 3. 3 ولا 6؟ لا 3، بس 6 دي ما وصلتلهاش انا. يعني ده تاريخ قديم انتهى مات. ومهيب بيقول له قول لهم بعرف اعد لغايه 6. بس شايفين ان الاسره الواحده ده بشير يعني فاهم ان هو لما بيعمل 3 بيعاير يوسف بانه الزمالك كسب 3. ففوجئ بيقول له انت بتعرف تعد لغايه كام يا بابا؟ اللي انت عايزه هعده لك. هي ده، هو ده التركيبه، هي دي تركيبه البيوت المصريه. بقول لكم بشير التابعي كابتن نادي الزمالك وواحد من اعمدته الدفاعيه الكبيره، ولاده الاثنين اهلاويه وبيلعبوا في النادي الاهلي وشايفين الحوار بينهم عامل ازاي. المساله لازم تفضل في هذا الاطار، في ملاطفه، في مداعبه، في مناوشات بسيطه جدا لا تخرج عن هذا السياق ابدا، عشان الناس تستمتع بالكوره وتستمتع بحبها للنادي الاهلي وتستمتع دايما وابدا بعشقها للاهلي ولكره القدم.